السلام عليكم ورحمة الله. آخر مواعيد التلفزة التونسية الإخبارية الليلة فيما يلي العناوين. وزارة الشؤون المحلية والبيئة تجدد دعوة المواطنين للإقبال على شراء الأكياس القابلة للرسكلة من المساحات التجارية الكبرى. إعداد برنامج خصوصي لهيكلة قطاع الصناعات التقليدية وتصدير ودخول الأسواق الخارجية أهم الصعوبات. الملك المغربي محمد السادس يكلف رئيس مجلس حزب العدالة والتنمية الوطني بتشكيل الحكومة عوضا عن أمينه العام. على سلامتكم. تفاعلا مع تشكي بعض المواطنين من أكياس بلاستيكية بديلة تباع بمقابل مادي في الفضاءات التجارية الكبرى بعد استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة، تفاعلا مع هذه التشكيات تجولت كاميرا الأخبار بأحد هذه المراكز التجارية لتقف على مواقف المستهلكين من المسألة. دون كيس هو يحمل ما تبضعه في يديه، هي تضع ما اشترته في حقيبتها، غيرهم استغل حتى عربة الأطفال لجمع المشتريات بعد أن استبدلت الأكياس البلاستيكية بأكياس 170 مليما أو 290 مليما حسب المساحة التجارية. هكا نحيتوا ساشيات، نحيتوهم، علاه ما ترجعوا فيهم وتبيعوا فيهم بالفلوس؟ علاش هذه ما تجيش هذه؟ لا ما نعرفش نعمل. قلت لهم علاش؟ قالت لي ديجا بالفلوس. صحيح 170 مش مشكل باش انقص من ساشيات، ارتحنا. كي نبدا مغصوره نشري، ما دام عندي ما نشريش. هما بيدوا معنا بلاستيك، نحاول بلاستيك الصغيرة حتى البلاستيك الكبيرة. في نوع جديد نتاع سرقة في البلاد. خاطر نفس بريسك هي بيد. ثم بجيست هذه فلوس الاخرى جراتوي كاو. انا راه امور معناتها امور فلوس، امور مستثمرين، وبطبيعه الحال فما اهل الاختصاص اللي راهو فيهم في البلاتوات هما يحكيون عن الموضوع هذا. اهل الاختصاص تحدث منهم رئيس جمعيه اسواس بيئه مرشد قربوج عن اكياس بديله غير صديقه للبيئه. كيف المواطن يدفع اجر في المقابل، يعني يدفع كانت يعني ياخذها بدون مقابل، توا ولا ياخذها يعدي ب 170 290 او اكثر، فانه هذا يحث المواطن على التفكير من اجل التقليل من استعمال هذه الاكياس هذه لا اكثر ولا اقل، ولكن ماهيش صديقه للبيئه، هي كيس بلاستيكيه عاديه. ارخص كيس هو 170 و290 يمكن هنا نحاولوا كيفاش نخفضوا فيه، ولكن على المدى الطويل هو يجب ايجاد البديل للاكياس البلاستيكيه، يعني اكياس متحله اللي هي صديقه للبيئه. اكياس بلاستيكيه دعا وزير الشؤون المحليه والبيئه رياض المخر الى عدم شرائها، مؤكدا على وجود اكياس بديله قابله للرسكله والاستبدال في المساحات التجاريه. السكان اللي هم خشين، ما عادش السكان كالجواد نتاع الفاميكرو، محطوطين للي عنده قضيه صغيره وما جابش القفه نتاعه وما حبش يجيب الساك وكذا، فهمتوا؟ ولكن احنا ما نحبوش الناس تشريوا هذوك، ماذا بينا الناس ما تشريهاش، وهذا في العالم كل صار هكا راهو، تجيب قفه والا شنو الاتفاقيه اللي عملناها مع المغازات التجاريه الكبرى؟ الكباء هذاك عرفتوا، الكباء اللي تباع ب 1200 ولا ب 1300 واعطوها بلاش المساحات التجاريه الكبرى في الاول واعطوها بشر الحق، هذاك مضمون مدى الحياه. بين اكياس بلاستيكيه مضره بالبيئه واخرى مضره بجيب التونسي تكون معادله الاستبدال، معادله يبقى معها الوعي سيد القرار. توجت كل من الحرفية ليلى مملوك بوفايد المختصة في صناعة الستائر التقليدية من قرب، والحرفية نجاة أحمد سالم المختصة في صناعة النسيج التقليدي من قفصة، توجت بجائزة النهوض بالصناعات التقليدية واللباس الوطنية، وتسلمتها من رئيس الحكومة بالقصبة الجمعة بحضور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا خصوصيا يعيد هيكلة قطاع الصناعات التقليدية خلال السنوات الخمس القادمة، سيعرض على أنظار مجلس الوزراء قريبا. قفاف تقليدية من سعف النخيل
تصنعها أنامل حرفية بمنطقة منزل حر من ولاية نابل في حفظ لموروث مخصوص بالجهة، تروم المبدعة أن تكتسح به أسواقا خارجية. لمسات ناعمة ثابتة وهادئة توارثنها عن الجدة والأم لتنتقل إلى البنات. شأنهن شأن شبيلة فلة التي حولت جزءا من بيتها إلى مصنع عاملاته تجاوزن 50. كنت نخدمها في العطل المدرسية وفي أوقات الفراغ نعاون بها أمي باش ناخذ مصروفنا ونساعد أدواتنا المدرسية. وقت اللي كبرت وصلت للخامسة ثانوي وانقطعت عن الدراسة، قلت روحي بطلة، ما عندي ما نخدم. حاولت باش نشوف الحاجات اللي حواليا، معناها شنو نجم نعمل، شنو نعرف نعمل. قلت روحي صنعتي هذه نجم نستفاد منها، نطورها ونحسنها ونعمل منها مشروع. المشروع كان تحد لا بد لشبيلة أن تكسبه، وكان التصميم خير داعم لهذا العمل التراثي الفني. طلبت الدعم وقتها من جمعية التنمية، رفضوا المطلب متاعي، وكرفض ذلك كان حافز لي وشجعني أني نبدأ حتى من تحت الصفر، ما يسالش المهم نبدأ. لكن هذه الحرفية تشكو صعوبات مادية وإشكاليات على مستوى الترويج لمنتوجاتها. شاركت في معرض الكرم، عطاوني جناح مرة ديوان صناعة تقليدية للباعثين الجدد، ومن العام اللي بعده قعدنا عام كامل نلمو في حق ستون باش نجمو نشاركو. تدينا فرص للتصدير خاصة لفرنسا. وقت اللي يطلبونا من غادي باش نخدمو لهم، أول سؤال يسألك تنجم تجيب لي السلعة اللي توصلها لي؟ بالطبيعة نجاوبو لا، ما نجمش نصدر، ما نعرفش حتى شنو نعمل باش نصدر. يضطروا باش ياخذوا من عند على اربع مراحل، مثلا توصل سلعه غاليه، يولي هو كي توصلها سلعه غاليه معاش يلقى هامش الربح. وترجع هذه الحرفيه عزوف الشابات عن هذا النشاط الى ضعف مردوديته الماليه، رغم كونه ما خلى بيت في منزل حر منه. في جيتي كلهم يعرفوا يضف، لكن ما يقبلوش عليها، ما فيهاش مردودية، ما فيهاش فلوس. يلزم تلقونا حل للتسويق المحلي والخارجي باش نعرفوا بصنعتنا أكثر. عمل يومي يزداد معه شغف الحرفيات بسعفاتهن، فتواصلن فتلها بتأن ودقة. جولة أخبارنا العربية والعالمية نبدأها من ليبيا، حيث طالب مئات المتظاهرين في ميدان الشهداء والجزائر وسط العاصمة الليبية طرابلس مساء الجمعة، طلبوا بخروج المسلحين من العاصمة وحملوا لافتات تندد بهذه المجموعات وتطالبها بمغادرة العاصمة، ولافتات أخرى مؤيدة للجيش والشرطة. في الأثناء تستعد جامعة الدول العربية لاستضافة اجتماع رباعي السبت، دعا إليه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، يجمع ممثل الاتحاد الإفريقي الأعلى في ليبيا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمبعوث الأممي إلى ليبيا، قصد تنسيق المواقف والجهود بين المنظمات الأربع لدعم الليبيين وتشجيع العملية السياسية، بما يفضي إلى تسوية توافقية شاملة للأزمة. أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس أوكل إلى رئيس مجلس حزب العدالة والتنمية الوطنية سعد الدين العثماني مهمة تشكيل حكومة جديدة، بعدما اعتبره فشل أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران في اختيار تركيبة حكومية طيلة شهور خمسة. كلف الملك محمد السادس رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة بعد أن عينه رئيسا للوزراء. وفق بيان للديوان الملكي، كان أعلن في وقت سابق قرار الملك إعفاء عبد الإله بن كيران من منصب رئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بفشل بن كيران في تشكيل حكومة خمسة أشهر بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات. وقع هذاك لو بلوكاج اخذ ورد، يعني بقات الحياه السياسيه والاداريه والاقتصاديه معطله لواحد خمس شهور، اللي كانت عندها واحد التكلفه كبيره على الاقتصاد الوطني وعلى يعني المجتمع، يعني هناك استثمار متوقف، مقاولات يعني تنتظر مستحقاتها، يعني تقريبا شلل تام في الحياه السياسيه والاقتصاديه. رئيس بن كيران انتخبنا عليه وكنا مقتنعين به هذا العام، زعما تفاجئنا بهذا القرار.
قرار الملك محمد السادس جاء تطبيقا للدستور المغربي الذي ينص على تعيين شخصية سياسية ثانية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات وفق ما أفاد به قيادي في حزب العدالة والتنمية. ومن المنتظر أن يشرع العثماني في سلسلة من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وسط توقعات ملاحظين سياسيين بأنه في حال فشل العثماني في هذه المهمة فإنه من غير المستبعد اللجوء إلى انتخابات مبكرة. سعد الدين العثماني الذي يرأس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ العام 2000 كما يرأس أيضا الكتلة البرلمانية للحزب كان شغل منصب وزير للخارجية في الفترة بين عامي 2012 و2013. وكان العاهل المغربي أعفى الأربعاء الماضي عبد الإله بن كيران بعدما تعذر عليه بعد مشاورات مطولة تشكيل حكومة ائتلافية تحظى بالأغلبية في البرلمان. في تصعيد إسرائيلي جديد بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فتى فلسطيني يبلغ 16 مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال بالخليل في ضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب شابان آخران بجروح خلال مواجهات مع جنود الاحتلال بمخيم العروب جعلت الجيش المحتل يفتح عليهم النار بطريقة عشوائية. نابلس شهدت الأخرى إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الجمعة عقب اقتحامها بلدة شمالية المدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق الرصاص الحي. أعلن خفر سواحل الحديدة في اليمن ومنظمات دولية أعلنوا مقتل 42 لاجئا صوماليا قبالة ساحل اليمن الجمعة عندما هاجمت طائرة الأباتشي مركبهم في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون وهو في طريقه إلى السودان. لجنة الصليب الأحمر الدولية أعلنت أن 29 آخرين أصيبوا بجروح فيما اعتبر عدد آخر في عداد المفقودين ولم تتضح بعد هوية الجهة منفذة الهجوم. بحفل فني كبير ضمته ساحة باب الديوان التاريخية بصفاقس أثاثته الفنانة المصرية أنغام والفنان صابر الرباعي سلمت عاصمة الجنوب مشعل عاصمة الثقافة العربية إلى مدينة الأقصر المصرية وأعلنت بذلك اختتامها احتفالية صفاقس عاصمة الثقافة العربية التي استمرت شهورا تسعة. احتفالية الاختتام عرفت عرض أشرطة أرخت لأهم الأحداث الثقافية التي عاشتها الجهة طيلة فترة التظاهرة العربية. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. وزارة الشؤون المحلية والبيئة تجدد دعوة المواطنين للإقبال على شراء الأكياس القابلة للرسكلة من المساحات التجارية الكبرى. إعداد برنامج خصوصي لهيكلة قطاع الصناعات التقليدية والتصدير ودخول الأسواق الخارجية أهم الصعوبات. الملك المغربي محمد السادس يكلف رئيس مجلس حزب العدالة والتنمية الوطني بتشكيل الحكومة عوضا عن أمينه العام. أخبارنا هذه وغيرها تتابعونها على بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tn. في أمان الله.